اهلا بيكم يا صحابي. النهاردة الرمل الشقي بتاعنا جاي وهياخدنا لمدينة الناصرة عند اتنين كبار في السن، واحدة اسمها حنة والتاني اسمه يواقيم. حنة ويواقيم كانوا بيصلوا ليل ونهار ان ربنا يبعت ليهم طفل جميل. فقال يواقيم لحنة مراته: انا هطلع على الجبل يا حنة، وهناك هتعبد لربنا وصوم وصلي، جايز ربنا يقبل صلاتي. وفعلا عمل يواقيم كده، لكن حصلت حاجة جميلة جدا. وهو نايم ظهر له ملاك الرب جبرائيل وقال له: يا يواقيم، مراتك حنة هتحبل وهتولد طفل هيفرح قلبك، وبسبب الطفل ده هيبقى فيه فرح وسرور للعالم كله. ولما صحي يواقيم من النوم راح بسرعة لمراته حنة وبشرها وقال لها كل اللي حصل معاه، وهي كمان فرحت خالص وصدقت كل اللي قاله لها. وفعلا أصبحت حنة حامل وجابت لينا القديسة البتول العذراء مريم والدة الإله. وبعد ما كملت ماما العذراء 3 سنين أخدوها باباها ومامتها على الهيكل علشان تخدم وتعيش هناك، لأن لما كانت القديسة حنة ما بتخلفش وقالت لربنا: لو ادتني طفل أنا هنديره ليك باقي عمره. وفعلا ده اللي حصل، وكانت ماما العذراء في الهيكل لغاية لما كملت 12 سنة. كانت فيهم بتسبح وبتصلي وبتخدم وبتساعد الناس وتقدم ليهم كل الحاجات اللي هم محتاجينها. ولما ماما العذراء كملت 12 سنة كان قانون الهيكل يمنع انها تبقى موجودة في الهيكل، فقرروا انها تتخطب تبقى راجل يكون بيحب ربنا ويكون من سبط يهوذا. فجمعوا 12 عصاية من سبط يهوذا، وبعدين أخدوا العصيان دي ودخلوها الهيكل. فجأة حمامة وقفت على عصاية القديس يوسف النجار، فعرفوا وقتها إن ربنا اختار القديس يوسف النجار لأنه كان راجل بار. وفضلت ماما العذراء في بيت القديس يوسف النجار. بعد كده ظهر الملاك جبرائيل لماما العذراء وقال لها: السلام لك يا ممتلئة نعمة. ها؟ إيه ده؟ ما تخافيش يا مريم، انت هتحبلي وهتولدي ابني وهتسميه يسوع، وملكه هيكون للأبد. ازاي يحصل ده وانا مش متجوزة؟ الروح القدس هيحل عليكي وقوة ربنا هتكون معاكي، عشان كده اللي هتولديه ده هيكون قدوس. انا عبدة ربنا واللي ربنا عايزه يكون. وفي نفس الوقت ده كانت اليصابات قريبة ماما العذراء هي كمان حامل، فماما العذراء بسرعة قامت وراحت علشان تخدمها. وأول ما اليصابات شافت ماما العذراء بسرعة الطفل اللي في بطن اليصابات اتحرك وسجد. وهنا ماما العذراء سبحت ربنا تسبيحة جميلة جدا وقالت له: تعظم نفسي الرب وروحي تفرح به، لأنه نظر لاتضاع عبدته. من دلوقتي كل الأجيال هتطوبني، علشان ربنا اللي قادر على كل حاجة عمل معايا حاجات عظيمة، واسمه قدوس، ورحمته لكل الأجيال جاية صنع قوة، ورفع المتضعين، والجعانين شبعهم، ووراهم خيره، شدد إسرائيل، وعمل معاهم رحمة تدوم للأبد. وبعد ما ماما العذراء مشيت من عند إليصابات ولدت في بيت لحم في مزود صغير للبقر، جابت لينا مخلص العالم وفادي البشرية الرب يسوع له كل المجد. علشان كده ماما العذراء دايما احنا بنلقبها بوالدة الإله، لأنها هي اللي ولدت لينا الرب يسوع. على الرغم من ان ماما العذراء قديسة عظيمة وأم الله، لكن حياتها كانت مليانة اتضاع ومحبة. ياريت دايما نتمثل بيها في حياتنا، لأنها مثال الاتضاع والقداسة والنقاوة. وبكده تبقى خلصت حكايتنا من شقاوة رمل، لكن استنونا في حلقات جاية كتير قوي.